السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا الكرام ومتابعينا هنا في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، ينطلق في هذه اللحظات شوط الشلفة الانتاج، شوط الشلفة للثنايا. المسافة هي 8 كيلومترات. شهدنا الأشواط الماضية، شهدنا هذه الشلافي في هذا المساء والخناجر. هنا خنجر المفتوح وخنجر العمانيات، هنا أيضا شلفة من ضمن هذه الرموز المسائية. نتابع وإياكم هذا الرمز زائدا المليون ونصف للفائز بالمركز الأول، الجوائز المليونية زائدا الرمز في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. هنا نرحب بالجميع الذين أتونا. نتابع هنا في هذه اللحظات أول المنطلقات، وجود لمحمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. هذه وجود هنا في هذه اللحظات، نتابع وجود على المركز الأول. المركز الثاني عالية لجار الله بن سالم بوشريدة المري على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا الوصول من فيافي لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي على المركز الثالث، يقدم لنا فيافي. المركز الرابع نتابع هنا الوصول من الضبي خليفة بن عبد الله بن علي العطية قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس نصيبة لمبارك بن جمعة بن مغير الخيالي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. وشوط الشلفة هنا في هذه اللحظات، شلفة الانتاج. نتابع هذا الأداء والثنايا، والمسافة 8 كيلو مترات يا مضمرين. هنا نتابع هذا الانطلاق والاندفاع. هنا في هذا الشوط مع المقدمة ومع المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. هناك اللي على المركز الثاني اللي هي عالية على المركز الثاني لجار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة على المركز الثاني، منطلقة في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثالث. نتابع هنا فيافي لحمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا شعار العطية قادم هنا مع الضبي خليفة بن عبد الله بن علي العطية، وبمتابعة منصور يا السلام مع المركز الرابع. المركز الخامس أول ندى لجليلة لأيضا هنا فرج بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الخامس، منطلقة في هذه اللحظات بأدائها وانطلاقها مع المركز الخامس. الشعار الاقتصادي يا السلام مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس النجوم، الخمس المراكز الأولى، الخمس اللي تطمع هنا في نيل الشلفة، في نيل الشلفة، شلفة الانتاج. يا سلام على هذا الاندفاع والانطلاق. نتابع ونستمتع هنا في هذه اللحظات. وهنا ناتي على ايضا شاهدوا وتابعوا اللي على الكادر التحتي، نشوف هنا الاسماء واحدى المرشحات يا السلام وسلالتها الغنية عن التعريف هنا في هذه اللحظات. نتابعها ونتابع انطلاقتها، ولكننا بنعود الى المقطع هنا في هذه اللحظات مع المقدمة. يا السلام في هذه اللحظات
نشاهد هنا هذه الانطلاقات، نتابع المقدمة والصدارة اللي هي وجود لمحمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي على المركز الأول على المقدمة. يا بن فاضل هنا الناموس غالي والفوز يتجول مع الشلفة ما بين هذه الأصائل والناموس، عن ناموسين أو ثلاث نواميس، ناموس السبق في هذا الميدان، ميدان التحدي في هذا المهرجان، وناموس الانتاج وفوزها وسبقها في هذا المساء. له معنى، له دافع، له تحية، له جماهير. شوفوا الجماهير اللي يبارون من اليمين ومن اليسار، يا السلام بواقع شعارات لها ثقلها في الميدان. نتابع هنا وجود محمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي على المركز الأول، لكن العطية شعار حفلة. يا السلام على المركز الثاني، منطلقة في هذه اللحظات بأداء الظبي لخليفة بن عبد الله بن علي. العطية قادم مع الظبي اللي على المركز الثاني، منطلقة المركز الثالث. انتبع، عالية بشعار جار الله بن سالم بوشريدة هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع اللي تسللت هنا فيافي الواثق حمد بن راشد بن غدير قادم مع فيافي، بدأ يتسلل بأيضا متابعة الدينمو. يا السلام، شوفوا شعار ابن حمودة هنا، شعار عرف النواميس وعرف السبق والسيوف. يا السلام، مع المركز الخامس منطلقة هنا في هذه اللحظات الجليلة. يا السلام يا جليلة، مع انتصاف المسافة. شوفوا الخماسية، شوفوا التقدم، شوفوا التبادل، وما زالت وجود بن فاضل، وجود المزروعي. يا السلام، الله يا هذا الشوط يحمل لنا المفاجآت. الانتاج والشلفة بالانتظار، والشلفة مع المليون ونص. يا سلام يا متابعين، يا مشاهدين الكرام، شاهدوا هذه الأصائل، نقوة الأصائل ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز. شوفوا وشاهدوا هنا مع هذا الانطلاق اللي على المقدمة. وإن سألتونا عن الموقع، نحن نشارف على بوابة العبور، الثلاثة كيلومترات اللي تتبقى على الرمز والضبي. يا ظبي العطية، ركز يا منصور، يا ابن عبد الله. يا السلام، هنا الظبي لخليفة بن عبد الله بن علي. العطية على المركز الأول على المقدمة على الصدارة. وصلت فيافي مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، شاهدوا وتابعوا بن فاضل على المركز الثالث، مع انطلاق وجود لمحمد بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي الجليلة على المركز الرابع بقيادة بن حمودة. يا السلام، هنا يقدم لنا الجليلة فرج بن علي بن حمودة الظاهري. يا السلام، المركز الخامس عالية بوشريدة جار الله بن سالم يقدم لنا عالية على المركز الخامس. شوفوا ان النقلة على بقية المراكز، شوفوا ان النقلة، هناك الأسماء القادمة، الشعارات القادمة. شوفوا دهشة، وينها؟ وين محل دهشة؟ الله يا دهشة، دهشة الإنجازات، دهشة أيضا صاحبة ثلاث رموز في هذا الموسم، صاحبة الثلاث رموز، سلالة الفايز. الله يا السلام، لكن بنعود إلى الظبي وفيافي. الله يا هذا الشوط، شاهدوا وتابعوا هنا في مقدمة الشوط، الظبي خليفة بن عبد الله بن علي. العطية، ركز يا منصور، الناموس غالي والفوز غالي، والشلفة رمز في هذا المساء. يا سلام، فيافي على المركز الثاني، الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، وجود محمد بن سيف بن فاضل المزروعي المركز الرابع، الجليلة فرج بن علي بن حمودة الظاهري أول الواصلات. هناك اللي على المركز الخامس،
اللي هي منصورة لمحمد بن سالم بن محمد باللوتية العامري. يا السلام يا السلام، دهشة وصلت، دهشة وصلت، يا السلام يا السلام يا هذا الشوط. نشتاق للسبوق اللي تقدم عروضها، اللي تقدم الفوز دايم، المالكها والانتاج، الانتاج شعور فوز الانتاج غير. الله يا السلام، الكيلوين المتبقية على الشلفة، الكيلوين المتبقية على المليون ونص. يا السلام يا فيافي مع الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الثاني الظبي، الظبي الخليفة بن عبد الله بن علي العطية. المركز الثالث اللي وصلت منصورة محمد بن سالم بن محمد باللوتية. هنا دهشة 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 وصلت، مرحبا بدهشة اللي وصلت لمسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. المركز الخامس وجود محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، ولكن نعود إلى فيافي، إلى فيافي، إلى فيافي. وإن سألتونا عن الموقع فنحن مع بوابة الألف وخمسمائة متر النهائية، والحزام الأخضر والزعفران والشلفة، شلفة الإنتاج. يا مشاهدينا ويا متابعينا في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد، هذا الناموس الغالي، وإلا فلا. الله يا الواثق يا الواثق يا الواثق، مقدما لنا فيافي، فيافي على المركز الأول، فيافي على الصدارة مع ابن غدير حمد بن راشد بن غدير. يا السلام يا السلام، المركز الثاني وصلت الظبي، الظبي اللي أيضا مالكها مع هذا الأداء خليفة بن عبد الله العطية. دهشة دهشة وصلت على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات، مسلم بن علي بن دري المنصوري. المركز الرابع اللي وصلت هناك من الجانب الأيمن فتنة ربيع بن علي بن ربيع الرزق العجمي. يا السلام يا السلام، شاهدوا وتابعوا، هناك اللي وصلت بيان زايد بن محمد بن قران المنصوري أهل غياثي. زايد وصل، وصل مع راعية الإنجازات. الله الستمائة متر الأخيرة. يا السلام، بيان وصلت، دهشة دهشة بن دري، دهشة بن دري تبي تستعيد نواميسها. وضع الرمز الرابع، الرمز الرابع مع بنت الفايز. الله وفيافي فيافي، ولكن دهشة دهشة واللي وصلت هنا. يا السلام يا السلام يا دهشة، يا السلام يا دهشة، دهشة بن دري ما تعرف إلا النواميس، ما تعرف إلا الرموز، سلالة الهرش، سلالة الهرش إلى أيضا إلى مقر في أم الزبار. سلام سلام إلى الهرش وانتاجه، إلى الهرش وانتاجه، حيوا الهرش، حيوا وحيوا بن دري المنصوري. سلام يا بن دري، سلام يا راعي دهشة. والرمز الرابع في رصيدها، سلام والتحية والاحترام لمسلم بن دري المنصوري، راعي دهشة الإنجازات، ما تعرف إلا الرموز، ما تعرف إلا الفوز والشلفة والمليون ونصف. سلام والتحية لبن دري، سلام إلى الفايز. يا السلام على هذا الناموس، سلام للهرش اللي أيضا يورد هذه الندر. يا السلام، وهذه النوعيات الفريدة، شوفوا أيضا رحبنا بها، رحبنا بها خلف الخمس، ولكنها وردت على الناموس متعودة، سلالة متعودة وسلالة النادرة أيضا. يا السلام يا السلام. المركز الثاني، المركز الثاني فيافي حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت منصورة محمد بن سالم باللوتية العامري. المركز الرابع، المركز الرابع وصل بن قران مع بيان زايد بن محمد بن قران المنصوري. المركز الخامس، المركز الخامس وصل الضجة لمحمد بن سهيل بن علي اليبهوني. الله مرحبا بها وبنهايتها القوية، تستاهل الرمز الرابع في رصيدها. سلام يا راعي دهشة، سلام يا سلالة الفايز، سلام يا بن دري، حيوه حيوه اللي حافظ على مستواها، وهي أيضا في مستواها الرائع. دهشة لمسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، سلام لأهل الوثبة، سلام على هذا الناموس مع هذا الفوز المستحق. ودهشة 12 دقيقة 31 ثانية 88 جزء من الثانية، والسوبر هاتريك الرموز، أربع رموز في هذا الموسم. سلام على دهشة وعلى أدائها وفوزها المستحق، وبنرسل السلامات إلى وين
بين ما يسكن بندري. سلام على هذا الناموس الغالي والفوز المستحق، وتهنيتنا ايضا على هذه السلالة العريقة القوية اللي انجزت في هذا المساء ومعودتنا على هذه الانجازات. المركز الثاني وصلتنا في يافي 12 دقيقة 33 ثانية 44 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك في يافي حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الثالث وصلت منصورة توقيتها 12 دقيقة 34 ثانية 92 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن محمد بن لوتية العامري، تهانينا والناموس للجميع.